السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير والعافية والبركة. اليوم عندنا تبريد للسيارات، جميل جدا، محمول يشتغل للسيارات، يشتغل للسفرات، يشتغل للمخيم، فشي جدا جميل. يعني مثل هاي السيارة كلش كافي عليها، جميل جدا وسهل ويشتغل على البطارية. تعالوا هسه نشغله على هاي السيارة ونشوفكم شلون يشتغل. يلا تعالوا، بسم الله. طبعا انا سيارتي هنا الجداحة مالتها عاطلة، فتعالوا نشغلها على البطارية الخارجية. كلش جميل، سهل، خفيف الوزن مالته. تعالوا احنا راح نشغله هنا احسن. اول شيء راح نشرح على المعدات مالته الشغلات اللي تجي معه. راح اشرح لكم اول شيء شنو الشغلات اللي تجي معه. خراطيم ثلاثة، هذا الحلو بي يشتغل على 220، يشتغل على 110، يشتغل على 12، يشتغل على 24 فولت. يعني خصم الحكي يشتغل على كل شيء، سيارة، بيت، كهرباء، بطارية. احنا راح نشوف احنا وياكم راح نشغله على البطارية 12 فولت ونشغله على البطارية 24، نطبقن اثنيناتهم وبعدين راح نشغل لكم اياها مع الكهرباء وراح نشوفكم. اول شيء هذا شلون يعمل؟ هذا يعمل عندك هواء بارد من هنا وعندك هنا السحب، فانت تريد اكو عندك طريقتين. هذه طبعا تجي هنا، هذه كل راس يجي هنا بهالطريقه هذه، ويجي هذا الخرطوم بداخله. هذا اذا خليته بالسياره لازم تثقب ثقب بالسياره او تفتح النافذه على مود يخرج الهواء الحار، لان تعرفون كل عمليه تبريد او تدفئه وبيها غاز بيها كومبريسر، يعني عندك هواء حار، لازم عندك منفذ للهواء الحار اللي يخرج. عندك طريقتين، يا اما انت تخرج الهواء الحار بهالطريقه هذه وباي مكان تريد، بخلف السياره، بظهر السياره، باي مكان تريد تخليه تخليه. انا راح اشوف لكم همين بنهايه هذا البث راح اشوف لكم صور شلون ناس رابطين بالسيارات، اكو مثل هاي السياره، اكبر اصغر كل شيء. طبعا هواي السيارات ناس يعانون انه السياره ما المحرك مالته ما يتحمل يشغل تبريد. انا واحد من الناس كانت عندي سياره جولف اللي هي محركها كان يمكن 1600، فمن اريد اسوي تبريد، احنا بالعراق نسميه تبريد، من اشد تبريد يقولوا لي ما تتحمل السياره، المحرك ما يتحمل. فهذا هو الحل الامثل، هذا كل شيء ما يحتاج، فقط توصل له 12 فولت او 24 فولت اذا كنت بالسياره، واذا عندك بيت او شيء ايضا ممكن. الشغل مالته كلش حلو. تجي هنا اذا تريد تربطه على البطاريه فتستخدم هذا، هسه هذا تربطه هنا، سهل وما يراد لاي شيء، اي واحد ممكن، يعني ما يحتاج حتى تجيب لك واحد يربط لك اياه، موضوعه جدا سهل بهالطريقه هذه. اذا عندك بطاريه 12 فولت تحتاج يا هذا الجهاز، كله يجي طقم كامل، هذا يجي معاها ال 220 يجي معاها، ال 110 معاها. اذا عندك بطاريه 12 فولت تستخدم هذا، او اذا تريد الشغله على الجداحه، اذا تريد الشغله على الجداحه مال السياره ايضا تستخدم هذا بهالطريقه هذه. هذا يصير هنا تربطه هيجي، وهذا على الجداحه مال السياره. بس شنو تحتاج؟ تحتاج تربط هذا، هسه راح اشرح لكم ليش تربط هذا. اذا تربطه على 24 فولت، يعني هسه عندنا هاي 12 و12 24 فولت، اذا تربطه على 24 فولت بهالطريقه هذه، بهالطريقة هذه أنا أحربط هذا البطارية مع هذا البطارية حتى يعطيني 24 فولت. إذا على 24 فولت الشدة مباشرة، وإذا على 12 فولت تستخدم هذا الجهاز المحولة. هسه حاليا أنا راح أشغله على 24 فولت. أبو حسين لا تروح، أحتاجك. تجي هنا هسه حاليا أنا راح أربط بطاريتين، أنتم لا تدوخون، أنا جاي أشرح هاي الشغلة لبل 24 فولت، عرفت شلون؟ إذا عندك 24 فولت الشغلة بهالطريقة، أما ال 12 فولت كل السهل، وإذا عندك أنت سيارتك كبيرة تريلي أو رأس تريلي هذا الكبير مباشرة، يعني هسه هذا راح نخليه هنا. بهالطريقة هذه تعرفون 12 زائد 12 صارت 24. دا استخدم بطاريتين.
مو عبالكم هذا يشتغل بس 24، لا يشتغل 12 يشتغل 24، بس انا راح اشرح كل الطرق، راح اشرح لكم شلون يشتغل على الكهرباء، شلون يشتغل على البطاريه، شلون يشتغل على السيارات الكبيره. هسه حاليا هذا صار عندي شقد 12 زائد 12 24 فولت، يعني هسه من تجي انت تشغل هذا، تعال بحسين حبيبي صير هنا انا امسك لي هذا، هذا امسكه على البطاريه، اعطينيها مسكه زين، لا تخاف لا تخاف لا ين... اي هسه حاليا هذا حار وهذا بارد، صار عندنا 24 صحيح. تجي هنا بهالطريقه خلينا نثبته زين على مود شنو ناخذ راحتنا من الشغل التبريد. إذا سمعتوا اشتغل الجرس مالته تبريد. هسه حاليا 24 فولت وصلنا لهذا. هسه نجي نشغل. كل سهل بس تضغط هذا الزر اشتغل. تعلي المروحة مالته. ومنا عندك البرودة ايش قدر تريد تسويها؟ نسوي ابرد شيء 17 مثلا. شوف هنا هنا عندنا دفع، هنا عندنا سحب، هذا سحب شوفونه، هذا دفع، هنا عندنا ايضا دفع، وهنا عندنا سحب. هنا شوف واحد منعتن بارد وواحد منعتن على مود مداور، يعني شنو مداور؟ يعني على مود يخرج الهواء ويجيب لك هواء زايد، فانت تحتاج انت تريد خرطوم واحد او تريد خرطومين، بس افضل طريقه انه تطلع الهواء الحار وبنفس الوقت البارد يصير في الداخل. يعني هسه هذا انا رابطه، طبعا هسه بعده ما بارد، هسه بس مجرد هواء ولا بي بروده ولا شيء، ننتظر شويه حتى يفصل. تجي هذا تربطه بهالطريقه، خلينا ننتظره لين هو يحتاج شويه وقت حتى يشتغل، بعد الحد الان ما مشتغل. اوكي اشتغل. هسه بين طلع عندنا هواء بارد من هنا، هذا الهواء البارد مالته، هذا هسه حاليا اللي انت لازم تخرجه من السياره، تخرجه بهالطريقه هذه من اي مكان، هذا هسه حاليا هواء حار، هذا لازم يخرج، تشوفونه؟ هذا لازم يخرج يبقى في الخارج. وهذا عندك الهواء البارد. الهواء البارد تجي انت هاي تتركب طبعا هنا، وبعدين تجي بهالطريقه هيك تبريد، مو هواء عادي، يعني الهواء مالته هسه بارد كلش بارد. شوفوا درجه البروده واضح، اذا تصوري لهم هذا 16 درجه البروده، 16 وقفت التبريد. تريده فقط فان تدوس منه او تريد بروده 16 اقل شيء هو 16، ما ممكن اقل. شوف الدرجات هسه حاليا هذا تبريد، انت هذا هسه بهالطريقه هذه صار عندك تبريد. صح خلي الهام يتوسع. مو على الصيف هذا يبقى يشتغل يبرد لك المكان كله، يعني البروده مالته بروده تبريد مو فان، لان هذا يشتغل على الغاز، الداخل مالته يشتغل على الغاز. هسه هذا هنا بروده تبريد كلش حلو. هنا عندك سحب، هذا السحب شوفوا هذا يسحب وهذا يدفع تبريد وهذا يدفع هواء حار للخارج، وهنا هم عندك سحب. السحب عندك شغلتين، تريده يسحب من داخل السياره او تريد انت تستخدم هذا وتخلي يسحب الهواء من خارج السياره، انت بكيفك. يعني ممكن تربط هذا بهالطريقه هذه وتخرجه للخارج، ايضا هذه مالته، هذه تنشد هنا سن وبعدين تجي هنا بهالطريقه. تريد السحب مال هواء يكون من الخارج او تريد السحب مال هواء يكون من الداخل، يعني انت مخير. البروده مالته كلش حلوه، يبرد لك السياره مثل الورد، لا يصرف اي شيء، كل شيء ما يحتاج، لان مجرد على البطاريه. هسه انا راح اطفيه وراح اشغله على 12 فولت، لان احنا نشتغل عندنا على 24 فولت، بس افضل طريقه انه تخليه بهالطريقه هاي، بس هذا الحار تخرجه، هو بعد يداور السياره بنفسها. هسه حاليا احنا راح نفصل كل شيء ونرجع نشوفكم شلون يشتغل على
شلون يشتغل على ال 12 فولت. احنا ربطناه هسه 24 فولت على مود نشوفكم ال 24. 24 فولت يعني السيارات الكبيره الدرجه مال البروده مات والقوه 24 فولت. ناس خلي الكاميرا هنا. بالنسبه للبروده مالته 24 فولت 12 فولت كله نفس الشيء، ما يختلف عندك اي شيء. هسه حاليا شلنا هاي البطاريه على صفحه وجبنا هذا مباشره. شوفوا هذا السلك مالته هسه مباشره راح اشتغله على 12 فولت. اذا تريد تشغله على 12 فولت راح تستخدم المحوله على الجداحه مال السياره باستخدام هذه يصير على الجداحه مال السياره، او تشغله على البطاريه، او حتى تشغله بالبيت على البطاريه ماكو اي مشكله. يعني بالبيت بغرفه عندك تقريبا غرفه يعني بردها كلش حلو، لان البروده مالته حلوه ومستمره. تعرفون الشيء البروده المستمره تبقى تنطيك بروده. طبعا هذا سعره غالي، عندي نوعيه ارخص من هذا، ذاك الكبير اللي 750 واط، ذاك يشتغل بس على الكهرباء، اللي يشتغل على الكهرباء رخيص، هذا لين يشتغل على البطاريه فسعره غالي. طبعا بالسفرات بالخيم الصينيين هنا يستخدمونه، يخيمون مرات بغير مكان بالصيف يخلوه داخل الخيمه ويخلون هذا خارج، فالشيء كلش حلو. الصوت مالته مو عالي، كلش صوته حلو وناعم، يعني ما بي صوت، عرفت شلون؟ هذا اهم شيء مميز. واكو شغله ثانيه، انت ممكن تخليه بغير مكان وتدخل بس الخرطوم الك، اذا كنت بالبيت يعني اصلا ما تخليه يمك، تخليه بالخارج وتخلي بس هذا الخرطوم يدخل هواء بارد، او تريد تخليه بالداخل، انت بكيفك. مثلا اذا تريد تخليه بالسياره، تريد تخليه بالسياره تسوي له فالثقب فالشيء وبعدين يطلع بس الهواء الحار، يشتغل شغل كلش حلو. هسه انا قلت لكم ايش راح نشتغل؟ هسه نشتغل على ال 12 فولت. راح اشوفكم شلون راح نشغله على 12 فولت. هاي بطاريه 12. طبعا راح تجيني اسئله انه ايش قد يشتغل على البطاريه؟ كم ساعه؟ هسه ما اقدر اجاوبكم، بس ايش راح اسوي؟ راح اخليه مشتغل على هاي البطاريه واشغل مؤقت واشوف بعدين نهايه الفيديو انا ممكن اقول لكم ايش قد بالضبط. البطاريه اللي عندي هاي ما اتذكر 80 امبير، اعتقد 80 امبير 12 فولت. من اخلص كلش بعدين راح اقول لكم ايش قد بقت عندي هاي البطاريه. هاي البطاريه هسه مو مشحونه فول، تقريبا 90%، بس ممكن نستخدمها ونشوف. هسه حاليا بطاريه هاي 12 فولت وهذه الرؤوس مالتها. راح نجي هذا ربطه كلش سهل، هنا مكتوب عندك انبوت يعني دخول، وهنا عندك خروج، كل السهل. هذا مجرد يحول لك من 12 الى 24. عندك هنا يقول لك دخول 12 فولت يعني بطاريه، وعندك هنا خروج 24 فولت يعني الشغله اللي تريد تشغلها. هسه نجي هنا الحار على الحار، هذا الحار على الحار، هذا الحار وهذا البارد. مقلوبي هذا البارد، ربطنا البارد، هذا البارد وهذا الحار، هذا الأحمر والأسود بطارية. الأحمر والأسود ذني بطارية، هاي هسه من البطارية، شوفونه أحمر وأسود جاي من البطارية، مكتوب عندك هنا. هسه احنا هذا يروح للجهاز، هسه الجهاز مجرد ما نربطه هنا المفروض يشتغل. الابيض هو حار، هذا الحار وهذا البارد. اشتغل الجهاز، سمعتوا صوته؟ نضبط الوايرات مالتنا حتى لا تطبق. هسه حاليا احنا راح نشغله على 12 فولت، تجي بس مجرد تضغط هنا اشتغل على 12 فولت، تجي تختار تبريد بهالطريقه علامه البروده، وبعدين تنصي على حسب البروده اللي تريدها. انا دائما اخلي انصى شيء واشغل المروحه ثلاث سرع، وتنتظر شويه تنتظر شويه حتى يشتغل، لما يشتغل مباشره. وقلت لكم هذا دفع، شوفونه هذا حاليا دفع وهذا سحب، انت هسه بس تنتظر. بس انا افضل اخليه بداخل السياره حتى اخليه يشتغل براحته، فاخليه بداخل السياره. اطفيه على مود لا يتحرك اي شيء.
طفيته. طبعا ضمان عليه لمدة سنة، ضمان لمدة سنة. ومثل ما قلت لكم يشتغل 12 فولت، يشتغل 24 فولت، يشتغل 110 ويشتغل 220. شوفوا الشكل مالته حلو، جميل وخفيف مو ثقيل ومفيد جدا جدا، لكن سعره غالي. اللي يريد يشتغل على الكهرباء عندي نوعية ب 139 دولار، هذا أغلى. لسه ما أتذكر سعره، شوية وأكتب لكم السعر مالته. الموديل مالته جودة حلوة، ضمان لمدة سنة، عندك من هنا منفذ 24 فولت و 24 فولت و 12 فولت و 110 و 220، كل المحولات مالته كاملة. تخليه بأي مكان بالسيارة، أنا هسه راح أخليه هنا، راح أخليه بالسيارة بهالطريقة هذه، أطلع من عند الهواء الحار. هذه راح أربطها. وين الهواء الحار منه؟ لا بالعكس. هذا الهواء الحار، اخرج من عند الهواء الحار وراح اخليه يعني مشتغل على البطاريه لحد ما تنفذ البطاريه، على مود اقول لكم كم ساعه بالضبط على البطاريه. طبعا اذا على السياره، على السياره شغله مباشره، كل شيء ما تحتاج، ما طول السياره مشتغله ما عنده اي مشكله. هذا بهالطريقه هذه، تريد الشغله على الجداحه مال السياره مباشرة، هاي نسميها الجداحة الولاعة يعني مع السيارة. تريد الشغلة مثل ما أنا شغلته، بس انتبهون لازم شوية تيب وواحد يرتب أموره بالنسبة لهذا. أنا يعني بس مجرد الفحص، تجي هنا أول ما شغلته مثلا اشتغل الجرس مالتي. مبين من الصوت مالته انه اشتغل التبريد. ها؟ هسه شغلناه، انا هسه راح اعوفه مشتغل وبعدين بنهايه الفيديو راح اكتب لكم ايش قد بقت مشتغل، كم ساعه، يعني كم ساعه بالضبط على هاي البطاريه اللي تقريبا مشحونه فول. اذا على السياره ما طول العمر شغله، ما طول السياره مشتغله، اذا بس بطاريه وبالبيت انا راح اجاوبكم. والجهاز ممتاز وضمان لمده سنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لكم شغله مهمه جدا، اكو فضله مال ماء، لان كل تبريد من يصير به عمليه بروده راح يصير ماء، فهذه فضله مال ماء، وهذا الماء انت لازم تخليه يخرج للخارج. هذه الصونده او انبوب يجي معاها وكل الملحقات، وهذه المحوله اذا تريد تشغلها على الكهرباء مباشره 110 220 فولت تشغلها بهذه المحوله. هذه المحوله تجي معاها، شوفوا الراس وهذا يجي هنا. اذا تريد الشغله على الكهرباء الشغله بهالطريقه هذه على الكهرباء. اصغر تبريد حاليا يشتغل على البطاريه متوفر بالعالم هو هذا. كل التبريد اللي يجي بالسيارات هو يجي قطعتين وجدا مزعج. هذا اول منتج، لكن للاسف سعره غالي، القطعه الواحده 700 دولار سعرها. عندي نوعيه تقريبا نفس الحجم نفس البروده لكن يشتغل على الكهرباء مباشره، ذاك سعره 139 دولار، هذا سعره 700 دولار، لانه هذا مصمم للسيارات فقط، وهذا ما يصرف. يعني هسه احنا جربنا، طبعا انا من شغلته لحد الان صار لي 7 دقائق، من شغلت لحد الان صار لي 7 دقائق. المهم بعدين من نخلص كلش، من تخلص البطاريه كلش انا اريد اشوف البطاريه الوحده ايش قد الشغله. هذه في حال انه انت راح تشغله على البطاريه مو على السياره، لان على السياره مشتغله انت تشغل التبريد ماكو اي مشكله، لكن انا هاي سويت الحسابات على مود خاف واحد احتمال يريد يسوي يشغله بالبيت مثلا من تطفى الكهرباء. يعني مثلا يقول انا من تطفئ الكهرباء بالبيت كم ساعه يشغلني؟ فانا راح انطيك الزبده مال هذا الموضوع. طبعا بروده كلش حلوه، هسه السياره من الداخل بارده، برده السياره من الداخل. عندك يشتغل على 12 فولت، يشتغل على 24 فولت، يشتغل على السيارات الصغيره، على السيارات الكبيره، يشتغل على 110 فولت ويشتغل على 220 فولت. سيستم متكامل، تخليه باي مكان، بس مثل ما قلت لكم تخلي انبوب هذا الحرارة تخرج للخارج. هسا أنا خليتها بداخل السيارة وهذه الحرارة تخرج للخارج، يعني هسا أنا أقعد بالسيارة مثلا بالداخل وأستمتع، بس أخلي المهم أخلي واحد مجال للأنبوب وخلوني أستمتع. والسلام عليكم ورحمة الله، مع السلامة.
ها قول لك لقاعد قاعد قاعد ايش فيك؟ خوف خرب ضميره لقاعد جاي مسترخي والله خال وجهي بوجه البروده واسترخي شلون قاعده؟ لا واحنا مسويين قاعده عرب هنا طبعا صار لي تقريبا شيء 10 دقائق من شغل مو تقريبا بالضبط صار لي 10 دقائق من شغلت التبريد لحد الان البروده مالته كلش حلوه صراحه كلش حلوه وحلو بيه هذا يعني اذا تسمعون صوته من خلال الميكروفون هذا صوته ما تحس بيه يعني لا بيه حركه ولا بيه ضجيج ولا اي شيء كانه مبرده صغيره مشتغله بروده مالته تخبل الهواء مالته حلو وبروده تخبل وهسه انا خالي على 16 وراح استرخي هنا واغلق هذا الباب وان شاء الله نشوفكم بعد الفطور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع السلامه اصغر تبريد بالعالم على السياره على البطاريه يشتغل